لو ان الوداديين وجدوا الطرابش وحنا وحدين منهم، ولكن لحد الان مازال ما كاينش شي حاجه رسميه. اذا كان التتويج باذن الله تعالى غيكون التتويج ديال المسار كامل ديال الاجتهاد، ولكن كتبقى الغصه ديال في حق ديال الاقصاء من عصبه الابطال كتبقى ماشي بالسهل ان ننساو سيرتو الطريقه باش خرجنا امام فريق غنقول بين قوسين ما كانش معروف، فريق لم يتنبأ له احد بانه يوصل للنهايه، ولكن اليوم كنفرحوا وكنطويو صفحه الماضي وكنحضروا اليوم بشخصيه البطل اللي منذ اول دوره في الدوري المغربي. الوداد سيتوج باذن الله تعالى، الى كتبنا الله تعالى الى كتب لنا اننا غنتوجوا باللقب 21، وهو رقم صعيب باش يحققوا اي فريق في المغرب، لانه يجمع الماضي بالحاضر. تحيه للجماهير الوداديه اللي كون كانت اليوم كنتوا غتشوفوا احتفالات سابقه لاوانها. ان هذا الفريق هذا راه دائما كان كينافس على الالقاب، ولو كنا في واحد الاوقات العصيبه اللي دازت في تاريخ الوداد وكانوا فيها كما كتعرفوا جميعا بزاف المشاكل الاداريه والتسييريه. اليوم احنا متفائلين، احنا اليوم غنختم كلام ديالي بواحد الكلام فايت قلته هذه عامين من دين البطوله، ومن لا طربوش له فليقتنيه ومن استطاع فاثنان.